نروح بحضراتكم أنا وكريم مرة تانية وهنكمل بقى الفقرة الأولى اللي هي الإخبارية. بس قبل ما أبدأ بالخبر اللي جاي يعني عايزة أقول لحضراتكم إن أنا بحب أقرأ التعليقات يعني اللي بتيجي دايما. طب إحنا هنعرضها في آخر الحلقة بس بعض التعليقات اللي جات يعني عن التغذية. سؤال التغذية واحدة بعتة بتقول هو أنا ممكن أسأل الدكتورة إنجي إزاي ممكن ناكل وما نتخنش؟ يعني هو ده يا جماعة ده مش سؤال، هي دي أمنية بس. عايزة واحد ساحر مش عايزة دكتور التغذية. يعني مفيش حد ممكن إن هو يأكل وما يتخنش إلا لو أكل بقى حاجات معينة اللي هي المشوي، الحاجات المشوية والحاجات دي. بس فكرة يعني عالي. إيه؟ في ناس بيبقى عندها معدل حرق عالي زياده، وفي ناس بيبقى عندها مشاكل في غدد مش عارف غدد درقيه. انا يعني طبعا مش فاهم قوي. في ناس بتاكل كتير وما بتتخنش لان عندهم نسبه الحرق كتيره، مش عارفين هم مين يعني. بس في ناس صح الحاجات دي بتتنذر، الحاجات دي بتتنذر. لا بس بجد النوعيه دي من البشر محظوظه يعني تقعد تاكل 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 وما تتخنش. يعني احنا ما بنحسدش. المهم الحاجه الاكيده ان ما فيش حد عاجبه حاله يعني. لا يعني اللي رفيع زي حالاتي عاجبه حاله، ولا اللي مليان شويه عاجبه حاله. هنعمل ايه بقى؟ على كل حال برضو مستنين انا وكريم يعني تعليقات حضراتكم. دكتور انجي ابو زيد اخصائي التغذيه العلاجيه هتكون معانا في اخر فقره. اي سؤال حضراتكم ان شاء الله هتبعتوه هنقدر ان احنا يعني نعرضه عليها.